الشعب المسكين المحاصر هذا صار له 7 شهور داخل احياء وداخل بيوته. الشعب بيعاني من نقص، نقص في المحروقات، نقص في التدفئه، نقص في المازوت، نقص في الوقود، نقص في البنزين، نقص في التغذيه. يا اخي انت عم تتحدث عن اغاثه وعن معونه، وين الاغاثه؟ وين المعونه؟ انا بالنسبه لوضعي انا كاحد 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 هالخلق الساكنه في هالمنطقه في رابطه 12 نفس، وهي دفتر العائله. انا نهار باكل نهار ما باكل، انا عايش على اعانه. انا زلمه عامل مثلي مثل الخلايق مثل العامه. الناس بشكل كبير عم نسمع في الاعانات. اين اعانات؟ وين الاعانات؟ عم نسمع بتجي الاعانه من الصرماي للطربوش. وين الصرماي وين الطربوش؟ لا ما نعرف الصرماي وين ولا ما نعرف الطربوش وين. الله يرضى عليكم، شوفوا لنا شغله لهالقصه، شوفوا لنا شغله لهالقصه، حلوها كرامه للحبيب المصطفى، كرامه للحبيب محمد. والله يعطيكم العافيه.